تفضل يا أخي عبد الله من الجبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال بالنسبة بداية الحلقة، ذكر المذيع أنه في يتكلم عن شهر رمضان، ذكر أنه الأول رحمة وأوسط مغفرة وآخر عتق من النار، واللي نعرفه أنه هذا حديث اللي سمعنا عنه حديث ضعيف، فما أدري هل هذا حديث ضعيف أو صحيح. هذا السؤال. نعم، أوصاف هذا الشهر متوفرة ولله الحمد، فيه رحمة وفيه مغفرة وفيه عتق من النار. أنا السؤال، هل وصف بهذا الشيء أنه هو الرحمة تكون في البداية والوسط المغفرة والنهاية، والنهاية المغفرة وعتق من النار؟ كله يا أخي رحمة ومغفرة وعتق من النار، والحمد لله. الحمد لله. نعم.